وزير كريمه دبت جمهوريه فدرال الصوماليا مدن ابشر عمر حروسي او كلان لا يش جاليه الصوماليه اي كنول تلك النرويج كلان كان ايا اهميت حق سويدارسيا وزير كا ايا كهدلي حالته تلك ددك اي كسوغين يتدالدا اي ود دوله جمهوريه فدرال الصوماليا لانك كلت عقاشه وحغرتك اقون يهندا اي هويين كصوماليه اي كسو جيد جاليه isla dalka Norway ayaa warbixin sii wasiirka salaamaya mar kale saacadda wasiir abti ku soo dhawaaday una Norway waxaan ka codsanaynaa sidoo hore loo jibiyo waxa bomno lagu tuurayo ee mashruuc ma dawladdu hore ay ku horay weeyaan mashruuc kan inta aan qano ee dad badan baa jecelyo dad badan baa shaqeeyo loo diiday arintaa dabadeed waxaan ka codsanaynaa inaad taas oo kale aad ugu raadan nagaga tagin wasiirka oo qudbad dhan walba taabanaysa ka jeediya ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah واسع عليه لكن هل حمل والصومالي والدم يسعه يا رب الكبرياء إن الكوفي إذن كان إذن كان عند المجتمع إن كفر أبتاك وحيد الكبرياء بحش ناس كفر أبتاك حدي بحش ناس يبقى مالك يعني ميسان وحرك سنسان ميسان وأنا أقول لك محمد عبدي أحمد ميموغي تلفزيون قرنك الصوماليات مجالة أوسلو دلك النرويج.